زي ما كنا بنتكلم مع بعض في طريقنا لتحقيق الاستراتيجي، احنا ممكن يكون في بعض الادوات اللي نقدر ان احنا نستخدمها عشان نخلي الاستراتيجي دي ممكنة. واحدة من اهم الادوات اللي بتساعد الشركات ان هي تحقق الاستراتيجي هي البوليسيز، السياسات اللي بتكون موجودة في اي مؤسسة. زي ما اتفقنا مع بعض، فريق امن المعلومات بما انه هم المسؤولين عن ادارة امن المعلومات في المنظمة، أول حاجة بيراجعوا البيزنس استراتيجي اللي هي بتعكس أهداف المؤسسة. بعدها بيبدأوا إن هم يطوروا أو يبدأوا إن هم يعملوا الانفورميشن سيكيورتي استراتيجي. الانفورميشن سيكيورتي استراتيجي ديت بعد ما هم بيعملوا لها ديفلوبمنت، بناء عليها بنبدأ إن احنا نديفلوب أو بنبدأ إن احنا نعمل الانفورميشن سيكيورتي بوليسي أو سياسات أمن المعلومات اللي موجودة في الشركة. لازم البوليسي تكون مشتقة من الاستراتيجي. الاستراتيجي هي اللي بتقول ايه الخطة بتاعتنا عشان نوصل لأهداف الشركة، والسياسات او البوليسي هي دي بقى اللي بيتقال فيها هو احنا ازاي نقدر ان احنا نوصل لهذه الأهداف، ايه السلوك اللي احنا منتظرين ان الموظفين او الناس اللي موجودة في الشركة تتعامل بيه وتتعامل بيه مع الأنظمة الخاصة او اللي موجودة في الشركة تحت عهدتهم. عشان كده بنبص للسياسات، بنبص للستاندرد، بنبص للبروسيجرز، وبنبص للجايد لاينز على انها ادوات من ادوات الحوكمه اللي موجوده في الشركه، وهنفهم الكلام ده مع بعض. لما هنتكلم الاول عن البوليسي، اي شركه لازم يكون فيها سياسات، واكتر من سياسه في الحقيقه، اكتر من بوليسي، بيكون في بوليسي خاصه باستخدام التكنولوجيا، بوليسي ليها علاقه بالاجازات والموارد البشريه، بوليسي تانية مثلا بيكون ممكن ليها علاقة ب خلينا نقول أمن المعلومات، بوليسي رابعة بتتكلم على شروط العمل من المنزل الورك فروم هوم والكلام ده كله. فالبوليسيز ممكن تختلف في الهدف بتاعها، ولكن كلها بتتشارك في حاجة واحدة، إن البوليسيز كلها بتعتبر هاي ليفل دوكيمنت، بمعنى إن هي بتبقى وثيقة ما فيهاش تفاصيل كتير، ولكنها بتعبر على التوجه الإدارة أو بتعبر على إيه الأشياء اللي الموظف لو عملها ممكن يقع تحت طائلة العقوبات في المنظمة. عشان كده لازم الموظف يتجنب إن هو يقوم بالحاجات دي. البوليسيز بشكل عام لازم تكون بسيطة سهلة الفهم، لازم كمان يتم تنقلها أو يتم مخاطبة الناس المخاطبين بيها وتكون متاحة ليهم. يعني ما ينفعش مثلا أنا كشركة يكون عندي سياسة أمن معلومات والسياسة دي الموظفين ما يعرفوش عنها حاجة، فلازم البوليسي يكون بيتعمل نشر ليها وتكون موجودة على منصة أو موجودة على شبكة الإنترنت اللي موجودة في المؤسسة، عشان يبقى سهل على الموظفين إن هم يرجعوا لها لو كانوا في شك ما أو حابين يعرفوا هو البوليسي بتقول إيه في نقطة معينة. مثال على شكل البوليسي، البوليسي ممكن تكون حاجة زي كده: الباسورد لازم تبقى قوية ولازم يتم تغييرها بشكل مستمر. ولكن خلي بالكوا البوليسي اللي فوق ديت كده التفاصيل اللي موجوده فيها ما بتعبرش هي ايه هي معايير قوه البوليسي، وايه هو المده الزمنيه اللي انا محتاج ان انا اغير الباسورد فيها كل مره. ده لان البوليسي زي ما قلنا هي هاي ليفل، بتتكلم من مستوى عالي، مش بتوفر تفاصيل كتير، ولكن نقدر ان احنا نرجع لوثيقه اخرى اسمها الستاندرد، تقدر ان هي تدينا بقى ازاي نقدر نحقق متطلبات البوليسي. طب هو ليه البوليسي بتبقى مكتوبة بالشكل العام ده، أو يفضل تكون مكتوبة بالشكل العام دوت؟ لأن سياسات الشركة أو البوليسي الخاصة بالشركة لازم يتم عمل مراجعة مستمرة ليها، بيتعمل لها مراجعة كل سنة. نخلي بالنا إن من أهم الحاجات اللي لازم نتأكد إن هي موجودة في السياسات اللي موجودة في الشركة، سواء وإحنا بنعمل عملية التخطيط الداخلي أو إحنا دورنا كمديرين موجودين في الشركة، لازم نتأكد إن السياسات دي بيتم مراجعتها بصفة سنوية على الأقل. وده اللي بيخلينا نقدر إن إحنا نعرف هل البوليسي ما زالت متوافقة مع استراتيجية أمن المعلومات ولا لأ، وهل استراتيجية أمن المعلومات متسقة مع أهداف الشركة ولا لأ. عموما عشان البوليسي بيتعمل لها مراجعه كل سنه، ده مش معناه ان انا المفروض اعدل في البوليسي كل سنه، يكفي بس ان انا اعمل لها مراجعه واغير تاريخ المراجعه اللي اتعملت عليها. يعني مثلا اقول ان اللاست ابديت او اللاست ريفيو كان سنه 2022، ما تبقاش مثلا البوليسي اللاست ريفيو بتاعها سنه 2020 او 2019. ده بالنسبه لي بيعكس ان البوليسي ما تمش مراجعتها، وده معناه ان البوليسي دي احتمال ما تكونش متسقه مع الأهداف الخاصة بالشركة أو مع
الجولز اللي او الاستراتيجي اللي هي اصلا موجوده عشان تمثلها او موجوده عشان تدعمها في الشركه بتاعتنا. طيب عندنا برضو نوع اخر من الوثائق اللي موجوده في الشركه اسمه الستاندرد. والستاندرد بشكل عام هي تعتبر دوكيمنت بنصنفها ان هي ميد ليفل. يعني ايه ميد ليفل؟ يعني المستوى بتاعها بيكون اعمق شويه من الكلام عن البوليسي، بيكون فيها تفاصيل اكتر. لو احنا بنقول ان البوليسي بتوضح لنا هو ايه المطلوب، الستاندرد بيوضح لنا ازاي نوصل للمطلوب دوت. يعني الستاندرد بتوضح لنا هو المطلوب دوت ممكن ان احنا نقدر ان احنا نوصل له ازاي عن طريق ان احنا نتبع الستاندرد. فعندنا مثلا في الستاندرد بنقدر ان احنا نلاقي مثلا متطلبات البوليسي بقى القويه بتقول ايه. المينيمم باسورد لينس لازم يكون 8 حروف، لازم يكون فيه باسورد كومبلكسيتي، ولازم اغير الباسورد دي كل 60 يوم مثلا. ده مثال. فانا لما اشوف البوليسي بتقول لازم الباسورد تكون قويه، هرجع للستاندرد عشان يديني معلومه على ايه هي المعايير اللي ممكن تخليني متوافق مع الباسورد. نخلي بالنا من حاجه، الستاندرد هو اللي بيديني ميجرمنت، هو اللي بيديني ادوات قياس على اساسها اقدر احدد هل انا متوافق مع البوليسي ولا لا. الستاندرد خاضع للتغيير اكتر من البوليسي، لان مثلا النهارده او السنه دي مثلا ممكن يكون الباسورد لينس ده مقبول مينيمم 8 كاركتر، ولكن البي سي اي دي اس اس ستاندرد نزل منه اصدار جديد، اصدار الاصدار الرابع. الاصدار الرابع تقريبا بيتطلب ان المينيمم باسورد يكونوا 12 او 14، انا الحقيقه مش متذكر، ولكن الرقم ده اتغير. فلو انا كنت كاتب الكلام ده في البوليسي، فده معناه ان انا لما حاجه اغير البوليسي السنه الجايه او اراجعها لازم اخش اغير البوليسي واعدل فيها الرقم ده. ولكن الستاندرد ممكن التغيير فيه يكون اسهل. ليه؟ لان البوليسي بيتم الامضاء عليها مع كل مراجعه من الاداره العليا، ولكن الستاندرد اللي بيوافق عليه ممكن يكون فريق امن المعلومات او مدير امن المعلومات اللي موجود في المؤسسه. عشان كده مراجعتها بتكون اسهل، والابروفال بتاعها او الموافقه عليها بتكون فيها قدر اعلى من المرونه. خلينا نبقى بس عارفين ان انت لازم تتوافق مع البوليسي، لازم تلتزم بيها، وعشان تتوافق مع البوليسي لازم كمان تكون بتتوافق مع الستاندرد اللي موجود.